مقتطفات من أضواء البيان. الأخت أم محمد فيما ذكرت في قولها بس، يعني أنا عندي مقالة في كلمة بس، أنه البس الصحيح أنها تطلق على البس الذي هو القط، يقال له بس، وبس معنى كفى، يعني بس يعني بس كفى بكسر الباء، بكسر الباء، وهي مقالة موجودة في لحن القول. ما شاء الله. نعم، في لحن القول، تصويب وتغليط لألفاظ وجمل شائعة، وليس في ما هب ودب شيخ. لا لا، هنا هي طيب. لأن هذا يقودنا الحقيقة إلى كثير من الكلمات التي نتداولها في حياتنا، قد يكون لها أصل وقد يكون أصلها محرف أو ما إلى هنالك. نعم، يعني مثل الكلمات التي هي مثلا ليش، كما ذكرت، يعني ليش هذا من الأشياء التي حصل فيها إما تحريف أو حصل فيها اختصار أو وجرت على ألسنة الناس، مثل إيش وليش ونحو ذلك، إيش بك، يعني أي شيء بك، وليش لأي شيء، ولكنهم اختصروا هذا وحذفوه وصارت بهذه الصورة. العرب ما نطقت بهذا اللفظ هكذا، لكن أصلها هو هذا أصلها، وأصبحت بعد ذلك بهذه الصورة، ولكن الاختصار موجود في لغة العرب، والنحت أيضا موجود، كان يقولون في عبشمي في عبد الشمس، ويسمون ويختصرون لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الحوقلة. فقضية الاختصار والنحت بهذه الصورة هذا موجود في اللغة العربية. هل لنا أن نفعل ذلك؟ نجتمع ونصدر قرار إن شاء الله.